هنا معرض اعلان رمضان، الاسعار فيه كويسه والاسعار احسن من بره، اقل من بره بكتير، وفي متوفر فيه زيت ومتوفر فيه سكر ومتوفر فيه سمنه ورز وفي حاجات كتيره ومكرونه وحاجات كتيره، خدناها اسعار خفيفه حلوه، اسعار متخفضه عن بره جامد. يعني انا جبت سكر وجبت رز، ونشكر السيد رئيس الجمهوريه على المبادره اللي هو عاملها لنا المركز بشواي. طلع عشت الحاجات من السوق، لقيت المعرض ده السكر ب 15 جنيه واسعار كويسه، واللحمه ب 170 جنيه. شكرا يا ريس على الاسعار الكويسه دي، الشعب يعني الحمد لله يا رب، فاحنا عايزين اسعار كويسه واسعار مناسبه، والحمد لله. شكرا يا ريس على المجهود الكبير ده، شكرا يا ريس.